بمشاركة 65 سيدة وشابة، نظمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في نادي الأطباء والمهندسين بحي الوعر معرض وبازار إبداع بنسخته الرابعة، ضم مئات القطع والتحف الفنية الفريدة. عبارة عن مطرزات، إشغال يدوي، مطابخ، إكسسوار، لوحات، شنط، ريزين. هاي ثالث سنة إلي بمشاركات بالبازار، بشتغل إشغال يدوية، أعمال يدوية، بعجينة السيراميك، بعمل هدايا. مثلا في عندك هيك بقات عروس، مثلا عندك مثلا ستاندات لعرايس كمان بحطوا فيهم الهدايا، هيك شغلات يعني حلوة ومرتبة. بنعمل دورات مهنية، صوف، بنساوي كمان دورات تجميل، أعمال يدوية، كلياتهم بنساويهم هون، بنجمع الأغراض كل ما بصير البازار بنصرف للجمعية أغراضها، طبعا بستفيد من هذا الحكي المستفيدات اللي عم يتدربوا على هذا الشيء. تضمن البازار مشغولات يدوية ومطرزات وورودا وتحفا خشبية وإكسسوارات من مختلف الأشكال والألوان وألبسة وحلويات، والذي شهد إقبالا من الأهالي سيما مع اقتراب الأعياد. شاركت بمعرض إبداع بمناسبة الأعياد المجيدة، إن شاء الله ينعاد على الجميع بألف خير. نحن عنا أشغال مطرزات وأشغال يدوية، كروشي وأشغال سنارة، وحاليا زدنا كمان قسم جديد الشموع المعطرة. المشاركين بيكونوا مثلا ما عندهم محلات، فبيشاركوا مشان الناس تقدر لسهولة انه يجوا يشوفوا القطعة على الواقع. في كتير ناس بيخافوا يشتروا من النت يعني، عرفتي، فهي فرصة انه يشوفوا القطعة بشكل مباشر. وجاي اعياد، عيد الاضحى ينعاد عليكم، عيد مارلياس قريب، ففي ناس بتحب يعني تقتني شغلات غريبة ومميزة. احنا مشاركين هون بمناسبة الاعياد، هلا اعياد المجيدة، عيد الاضحى المبارك، حبينا نشارك بهالمعرض الحلو لنفرج العالم منتجاتنا. هي عبارة عن ضيافة الفواكه المجففة، الراحة، الشوكولا، هي اختصاصنا. هذا عمل متميز، والعمل اليدوي بكل دول العالم هو من أرقى الأعمال ومن أغلى الأعمال على فكرة. يعني البريد نيم أول ما بلشوا أصحابهم بالأعمال اليدوية البسيطة وطوروا آلاتهم ومعاملهم وصارت ماركة. أنا بدون مجاملة بعض الأعمال تستاهل أن تكون بريد نيم. المشاركات في البازار حاولن المزج بين التراث والحداثة عبر ترجمة أفكارهن بشكل عصري يلبي أذواق الزوار وإعادة إحياء المهن والفنون التراثية كالتطريز والميلان، فالمرأة السورية قادرة على الإبداع رغم كل الظروف. من معرض وبازار إبداع في صالة لاروشا بنادي الأطباء والمهندسين بحي الوعر، شيرين العلي، الإخبارية السورية.